هذا الرجل مصاب بداء السكري، وصل للتو إلى محطة العطاف بعد سفر طويل، ويستلزمه الأمر التوجه إلى أقرب مكان يقضي فيه حاجته البيولوجية. هذا الأخير ينعدم وجوده هنا ويتعذر استعماله ببعض المقاهي. نزلت من النقل، وجدت اللي براك اللي دار في النقل، صوت مبلعان، رحت للقهوة، صوت مبلعان، وأنا مريض، مرض السكريات. ها بن مستشفى البير رحت قبط الحيط، ما كانش كاع في كاع بيبليك هنا، ما كانش هنايا في العطاف هذه، ما كان قهاوي تروح لهم يقول لكم بالعين الناس راه مرضى، مرضى مساكين بالسكر يطيحونا، رانا نجيبهم رانا طاكسيات وما صابوش مساكين وين يروحوا. أبنية جاهزة لمراحيض عمومية وضعت منذ عدة أشهر بنقاط مختلفة بالمدينة، إلا أنها لم تدخل حيز الخدمة وتحولت بعضها إلى مكان يجمع النفايات وسط سخط كبير من سكان العطاف. هاي كاينه طوالات بيبليكا رايونيه وما يشتخدم، شحال عندها من اللي يركبوها ما يشتخدم. هاي يجوا العائلات لهنا من عول بليس، انا نخدموا العطاف لهنايا النجاسه، اي نهار اللي تكون سخانه تكذب، تقول انا نبيعوا السردين لهنا مالك، تقول راك في البوره. شفت توا الحاجه كتطفش الماء، ما كان والو، مشى العكبار كلاوهم، يا نروحوا للواد وكانوا يسرا غير تبرك يبرك عليك، كان والو، العطاف هذه والو. ما خدموا بهم ما خلوهم، تقول جابوا لنا فوارة باش نشبحوا بها، هذه مش حاجة، هذا مشروع فاشل في البلدية تاع العطاف، لازم يديروا لنا حل في أقرب وقت، يمدوهم للناس باش يخدموا كاين بلا خدمة كاين بلا الآخر، ولا يشوفوا لهم حل يرفدوهم علينا منا، شوفوا لنا المنظر تاع المدينة تاع العطاف. الشهر القادم إن شاء الله، إن شاء الله بربي تستر ستتم إجراء المزايدة لكرائها، وإن شاء الله تباشر مهامها من أجل رفع الغبن على المواطنين. غياب هذا المرفق قد يبدو مشكلا بسيطا للبعض، إلا أنه يشكل هاجسا يؤرق كبار السن والنساء، خصوصا مرضى السكري والمسافرين منهم، ما يجعلهم يقعون في حرج كبير هم في غنى عنه.